السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ العمل على برنامج السينكرو. دي الواجهة الرئيسية، هنبدأ نتعرف عليها واحدة واحدة. لو لاحظت هتلاقي هنا السبورت، بحيث ان انت مثلا ممكن تاخد ملفات من الانترنت، ممكن تدخل الاكاديمي بتاعت السينكرو. هنا الجرانت، تمام. طيب لو انا عايز اعيد ترتيب الحاجات ديت، ممكن اسحب الجرانت ديت اهيت. تقدر وانت بتسحب هتلاقي ان انت تقدر تحطها في الجزء دوت، تقدر تحطها هنا 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 وهكذا. طيب انا هحطها مثلا في الجزء اللي فوق، تمام. ممكن تقول له 3D، انا عايز مثلا برضو ابدأ ارتبها، فتقدر تحطها مثلا في اي مكان انت عايزه. وليكن مثلا هنحطها هنا بالشكل دوت. ممكن جزء السبورت دوت تنزله، يعني تقدر تعيد تكوين الشاشة حسب ما انت عايز. طيب انا دلوقتي هاجي اقول له فايل، واقول له ان انا عايز اعمل امبورت للملفات بتاعتي، لان برنامج سينكرو بيعمل 4D، ما بيقدرش ان هو يعمل هو الملفات، او يبدأ هو يعمل كرييت لي العناصر زي مثلا الحوايط والابواب والشبابيك. طيب ممكن تقول له انا عايز 3D، اقول له من الديسكتوب انا عايز مثلا سينكرو، عايز موديل. ممكن تختار الموديل ونبدأ نبص ايه الملفات اللي هو بيقبلها. بنلاقي ان هو بيقبل دي دبليو جي والدي اكس اف والدي جي ان والبي اي ام والاف بي اكس وهكذا. اغلب الامتدادات اللي احنا شغالين بيها هو بيتقبلها. اقول له ايه، اوكي. فبيقول لي ممكن يبقى في اكتر من ملف، يعني مش لازم ادخل ملف واحد، تمام. هقول له امبورت، بيقول لي اساين تو نيو ريسورس، ماشي. التايب بتاعتها هل هي هيومن ولا لوكيشن ولا ماتيريال ولا اكيومنت. ده يظهر عندي المبنى بتاعي بالشكل ده. طبعا لو دخلت على قائمة ويندوز هتلاقي ان انت تقدر تضيف 3D او 3D اوبجكت زي ما انت عايز، اي حاجة من الحاجات ديت. 3D اوبجكت يبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. طيب انا عايزها يظهر بطول الشاشة، فهبدأ اسحبها بالشكل دوت واقول له ان انا عايزها في المكان دوت. طيب دلوقتي انا عايز ابدأ ادخل المعلومات الخاصة بالجدول الزمني، فأقول له فايل وأقول له امبورت، وأقول له إن أنا عايز أدخل XML فايل. ألاقي الملف اهوت. فهنا الحاجة اللي هتتعمل وهنا العناصر. طيب انا عايز اربط مثلا عنصر مثلا من هنا بعنصر من الجدول الزمني اللي فوق. خلينا مثلا نعمل سيلكت على الحائط دوت، تمام. ونقول ان هو عايزين نشوف حاجة في المعماري. وليكن مثلا ان هو الجزء دوت، تمام. فهاجي هنا واقول له assign select resources. طيب هتلاقي هنا ال 3D resources بدأ يتضاف عنصر اهوت. طيب وخلينا نعمل select مثلا على الجزء دوت، وهقول له ده هنا right click و assign select resources. خلي بالك ان العناصر اللي انا اخترتها لو قبل اليوم اللي هتنفذ فيه الحاجة دي هتلاقيها اختفت، وتيجي بقى تبدأ تحرك. خلينا نحركها من خلال بلاي، تبدأ العناصر اثناء التنفيذ تاخد لون، واول ما يخلص التنفيذ تبدأ تظهر بشكل طبيعي. دي فكرة ان انا اقدر اظهر
واخفي العناصر حسب الجدول الزمني حسب اتنفذ امتى. ممكن تنزل بقى 3D object هنا و resources، الاتنين دول ممكن نحركهم ونحطهم في الشريط اللي بجنب دوت، وتقدر تبقى عندك اكتر من شكل ويندوز بليسمنت، بحيث ان انت في مرة مرات عايز تركز على الجرانت شارت او عايز تركز على ال3D او عايز، فيبقى في اكتر من شكل كل حاجة فيهم. تقدر مجرد ان انت تدوس على رقم واحد او اتنين او تلاتة او اربعة تقدر ان انت تغير الترتيب القائم اللي عندك ديت. طيب ممكن تقول له انا عايز 3D بروبرتيز، فيبدأ يظهر لك بالشكل دوت. دي 3D بروبرتيز، وعندك التاسك بروبرتيز، بحيث لو انت واقف على اي تاسك يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. ممكن تقول له ريسورس بروبرتيز يظهر بالشكل دوت. وتقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز مثلا الريسورس او هكذا، تقدر تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تظهرها.